حكم المباراة هنا ننتظر صافرة البداية وبسم الله وعلى بركة الله تنطلق أحداث المباراة من منافسات دورينا ملعوبة الكرة هناك للأمام كرة بالرأس جول أول الأهداف من المدافع علي صالح يسجل الهدف الأول للعميد الكربلائي علي صالح يصالح جماهير نادي كربلاء نعم وهنا يحتفلون بهذه الطريقة المهذبة الجميلة قراءة سورة الفاتحة شيء جميل نعم بهدف رائع وجميل يتناسب بهذه الذكرى نعم ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام وهنا طريقة الاحتفال الرائعة والجميلة بملعب كربلاء والهدف الأول هنا الارتقاء هنا الرأسية الجميلة من علي صالح أسكنها شباك الحارس محمد رحيم ويضيف الهدف الأول لنادي كربلاء صعبة 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 كابتن الفريق وتعود هناك مرة ثانية مرة الآن لناتي نوروز بهذه الكرة جول يأتي التعادل الآن داليور إسماعيل محمد داليور إسماعيل يسجل هدف التعديل لنادي نوروز في الدقيقة 43 من محمد إسماعيل يضيف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول يأتي هدف التعادل من المدافع نعم اليوم المدافعين هم من يسجلون الأهداف فعلها اللاعب علي صالح وسجل الهدف الأول لكربلاء والآن محمد داليور إسماعيل يضيف هدف التعادل المدافعين يسجلون الأهداف بين ريف ويلعب بيوصل الملعب للامام لنادي كربلاء تتخلص هذه الكره هناك من اللاعب مشتاق ركله جزاء نعم لنادي كربلاء شاهدت هذه الاعاده هنا الابعاد كان من المدافع لكن شاهد الاعاده بعد ما تدخل اراد ان يبعد الكره شوان او هذا اللاعب عفوا راستيكور فريق سجاد رعد هو من يتقدم الآن لمواجهة الحارس محمد رحيم محمد رحيم بمواجهة سجاد رعد هو من يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء سجاد لا 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 ضاعت ضاعت على كربلاء ومحمد رحيم يتألق وينقذ مرمى نادي نوروز يتصدى لركلة الجزاء ذهب باتجاه الكرة تألق نعم يشخص تسديدة اللاعب سجاد رعد وينقذ مرمى نادي نوروز هنا الكرة لمصلحة نادي نوروز مرتضى يحاول من مرتضى هديب عبد الرضا العرضية حاضرة وكرة بالراس والهدف الثاني نعم ثاني الاهداف لنادي نوروز هذه المره راسيه احمد محمود تقود نوروز بهدف ثاني في المباراه الثاني ثاني ثاني الاهداف لنادي نوروز وفي الشوط الثاني بهذه الراسيه الجميله التي اضافت الهدف الثاني من احمد محمود شاهد هنا العرضية وهنا الراسية مرتضى هديب الى احمد محمود شاهد مرور مرتضى هديب مرتضى هديب عبد الرضا نعم وعرضية جميلة براسية اللاعب احمد محمود وضعها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس زين العابدين طالب العرضية وصلت لاقدام اللاعب ايفاني يلعبها تمريرة ايفاني امامية ومرت باقدام اللاعب كلاديو اوليفيرا مر اوليفيرا وابراهيم ابراهيم ابراهيم جول البديل لابراهيم
الرحيم يسجل الهدف الثالث للمباراة. تومي ويسجل الهدف الثالث لنادي نوروز، ثالث الاهداف. هذا هو ابراهيم تومي ويضيف الهدف الثالث في المباراة لمصلحة نادي نوروز. نعم، في مباراة الذهاب سجل ثنائية واليوم يسجل هدف، ويعتبر الهدف الشخص الثالث في شباك كربلاء لهذا اللاعب. سجل في مباراة الذهاب هدفين، والآن في مباراة الإياب يسجل هدف ويصبح برصيد 8 أهداف، هداف نادي نوروز بالهدف الثامن. هذا اللاعب سجل هدفين في شباك نادي أمانة بغداد، وكذلك سجل ثنائية في شباك النفط وثنائية في شباك كربلاء وهدف في شباك نادي نفط ميسان، والآن يسجل الهدف الثالث لنادي نوروز. سامي حين يلعب هذه الكرة نقلة لنادي كربلاء، هل تعيد المباراة من جديد؟ يلا هي الآن، والمحاولة مستمرة، عرضية من إبراهيم، جول للعميد. عادت، والآن لنادي كربلاء يعودون، العميد يعود ويقلص نتيجة المباراة. يأتي الهدف الثاني لنادي كربلاء من البديل أوس محمد، يسجل الهدف الثاني. هذه العرضية من مازن فياض، هنا وصلت لأقدام اللاعب بالقدم اليمنى أوس محمد، يضيف الهدف الثاني لنادي كربلاء. للعميد يسجلون الهدف الثاني في المباراة. فعدت الكرة، كان مع المدرب حسام فوزي، وهذه الكرة عدت، هناك صافرة لحكم المباراة وركلة جزاء، ويرتقي بسلم الهدافين ليصبح برصيد 9 أهداف. تومي وهو من يتقدم بمواجهة زين العابدين، هل يضيف الهدف الرابع لنادي نوروز؟ ابراهيم، والهدف الرابع، رابع الاهداف لنادي نوروز، وهذه المرة من البديل ابراهيم تومي، ويضيف الهدف الرابع، يذهب باتجاه، نعم، ينحني احتراما امام الكوتش ولي كريم، يسجل رابع الاهداف، 4-2 للفريق الضيف لنادي نوروز، وضعها في الزاوية اليسرى للحارس زين العابدين. انصيف سجل ثنائية في شباك نادي أمانة بغداد، وثنائية في شباك نادي النفط، وكذلك سجل ثنائية في مباراة الذهاب لكربلاء ونوروز، والآن يسجل ثنائية. هزلنا نشاهد وانتهت أحداث المباراة. نعم، مبارك لنادي نوروز ب4 أهداف مقابل هدفين. هارد لك لنادي كربلاء.